ثانيه تلامذتي والموزعين اللي عندك الموجودين كانوا تلامذتي. لا يمكن دكتور اتفضل حضرتك معانا على الهواء. كتاب ورقه خضراء علشان الطلبه يجيبوها لي يعملوا لي فيها الواجب الهوم ورك بتاعهم عشان اضمن انهم يشيلوا الكتاب. لا يا استاذ انا مش كده دكتور ياسين. ازاي شويه عيال يجوا يتكلموا عندكم كويس؟ انا استاذ برضه هعاملهم كاستاذ وكاب وهياخدوا حقهم مظبوط تمام؟ وده هيحصل النهارده وبكره سواء وبعده والسنه الجايه سواء المجتمع انصلح او ما انصلحش، لكن احنا شغلتنا كاساتذه جامعه ان احنا نحاول ان احنا نظبط سلوك ونظبط الريتم الموجود في المجتمع. واعتقد ان سياده العميده بتاعت الكليه بتاعتنا ووكيل الكليه ولد قال لي ادبه عليهم وقال له ادبه بطريقه سخيفه وجابوا لي تحقيق وحققوا معاه وادوا له سنه رفض لانه قال لي ادب. فقله الادب موجوده، التطول موجود، لكن دكتور ياسين التطول وراه حق. دكتور ياسين من فضلك عايز اسال حضرتك، مفهوم جدا ان انا ممكن استخدم معلومه اعرفها عنك واستخدمها واعمل قصه خياليه عشان اذي حد، فمفهوم ان ممكن حد يعرف ان حضرتك عندك كافيه فيستخدم المعلومه دي. يا ماما هي دي حاجه بتستخبى؟ بس انا بسال حضرتك عندك كافيه ولا محل حلاقه ولا مطعم ولا بتاع حرام كويس باسم ولادك ولا باسم عبراتك ولا باسم اي حد تاني؟ انا بسال حضرتك ايه اللي يخليهم يعملوا كده ضدك يا دكتور اذا كانوا طلبه؟ شوفي مين اللي زيهم يا استاذه، شوفي مين اللي زيهم، مين اللي له مصلحه؟ مين؟ ايا كان، لو كان جهه واطيه، جهه عاليه، جهه قصيره، جهه طويله، جهه صغيره. دكتور يا دكتور معلش هرجع تاني، معلش انا استحملني شويه حضرتك. لا ما عادش عندي كلام اقوله يا فندم، معلش لا نقف وادي لك فرصه بعد كده، حضرتك كلمت كتير. هل طلبت هديه فعلا سواء بقى حيوان للاطفال للكبار طلبت منها لما ضغطت عليك هديه ولا لا؟ يا فندم ما طلبتش. ما انت حضرتك اعترفت في اول الحلقه انك طلبت. انا بتوع العيال الصغيرين عشان اخدها هديه لعيل صغير. يعني طلبت هديه؟ لكن بس مش جلود لو عندهم يا فندم. يعني طلبت هديه ولا ما طلبتش يا دكتور؟ ليه يا استاذ؟ طلبت هديه ولا ما طلبتش؟ عاده احنا طلبه كنا اخر كل ترم، والاساتذه الموجودين في الكليه كلهم اخر كل ترم او في نص الترم الطلبه بيدوا الاستاذ هديه. يا فندم هو احنا كنا في كتاب؟ يا فندم احنا كنا في كليات عمرنا ما جبنا الدكتور ده، انا كنت بشوف الدكتور بعدي من الناحيه الثانيه يا فندم. طلبه ايه اللي بتلم تجيب الدكتور هديه؟ بس هم ما بيسيبوناش يا استاذ، ما بيسيبوناش يا استاذ، واللي عنده تسجيل يروح يطلعه في التحقيق. وحضرتك على فكره حضرتك متحامل عليا. يا فندم مش متحامل، انت حضرتك اعترفت وقلت ما ينفعش يا استاذ. انا هادي جدا، ما ينفعش كده يا فندم. يا دكتور ساعتك اعترفت وقلت انا طلبت هديه للاطفال. ابعت للمحطه بتاعتكم نتيجه التحقيق احنا معاك للسنه الجايه اي تحقيقات وكفايه التشهير والاضرار بالسمعه اللي بيتم. حق الرد مدفون لسيادتك مدى الحياه. حاجه العكس كويس، العكس مش هتقدر تصلحه. لا هنقدر نطلعه يا دكتور. كنت تعملوا كده في استاذ جامعه واستاذ في الاعلام واستاذ في يوم من الايام كان استاذكم وهيفضل برضه استاذ زي ما هو. احنا بنتمنى ان الكلام ده ما يبقاش في الدوله. خلاف الدوله اللي سايق فيها الاخلاق واللي سايق فيها الادب واللي سايق فيها التعامل. شكرا دكتور ياسين لاشين استاذ الاعلام بجامعه القاهره، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. وانا شخصيا اتمنى ان تثبت براءتك، لان في حاله ثبتت الادانه هنشعر بالعار مما وصلنا اليه في التعليم المصري عامة، وده اللي احنا كنا عايزين نقوله من وقعة الدكتورة منى.